السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في رحلة العالمي مع الأسطورة كابتن محمود عبد الجواد المدرب الدولي اللي مشرفنا ومبتكر. الصراحة يا جماعة اللي أنا شايفه ده ابتكار، يعني قليل لما تلاقي حد في بلدك. يعني إحنا دلوقتي عندنا مدربين يا كابتن محمود أكتر من لعيبة، واللي عايز ينضم للأسطورة ورحلة العالمي إن شاء الله قريب بإذن الله. إن شاء الله عايزين بقى يا كابتني عشان تاخد معلومة من مدرب لازم تعرف الأول أنت بتاخد المعلومة من مين. معاك الاسطوره هنعرف ان شاء الله انجازات الاسطوره دلوقتي والشهادات دي والميداليات والبطولات دي والابتكارات دي جت ازاي. الحمد لله والشكر لله، انا دلوقتي معايا بطوله البي تي ديت 2006 اللي هي بيرسونال ترينر، دي اول ما بدات بيها، ومعايا دلوقتي شهادات من شهادات تقديريه من الاتحاد المصري لكمال الاجسام ان انا كنت بشجع اللعبه وبصرف عليها من جيبي، وعملت بطوله باسمي 2007 الحمد لله باسم جواد جيم، وعندي دلوقتي شهاده من كابتن حسن لاشين وورلد جيم ابو ظبي بنادي شيخ طحنون بن محمد، دي حكمت فيها باور ليفتنج مع كابتن حسن لاشين، والحمد لله اداني شهاده شكر وتقدير برضه لان كنت عملت انجاز كبير معاه في البطوله دي. وعندي شهادات من اي اف بي بي اسبانيا، دي صدره من اسبانيا اساسا لحد ليفل 5، من ليفل 1 ليفل 5 تعبت فيها جدا وصرفت فيها فلوس كتير برضه، والحمد لله وصلت لمستوى كويس وناقشت يعني دكاتره كبار قوي، بروفيسور موريشيوس دوت انا ناقشته، والحمد لله برضو الراجل اقتنع برايي يعني تمام. وعندي شهاده شكر وتقدير تانية من اسبانيا وشجعتهم على الموضوع الاونلاين وكده، ان الشهادات تصدر اونلاين وكده، يعني بقى في دراسه اونلاين في فتره كورونا اللي فاتت. وعندي شهاده ديت صادره من مركز شباب التيبين، الحمد لله خدت مركز تاني فيها 2013 وده يشرفني رغم ان التحكيم ما كانش حلو قوي، وديت مركز شباب ارض حجوان دي برضو خدت فيها مركز ثالث رغم التحكيم برضو ما عجبنيش، بس الحمد لله يعني بحمد ربنا على كل شيء، والحمد لله عندي الشهادات يعني برضو ديت غير ان هشيم والله يا جماعه هو في شهادات كتير مش عايز اتكلم عليها، الميداليات وشهادات الحمد لله يعني كل شيء موجود، والواحد ثبت وجوده بقى لي حوالي 26 سنه في لعبه كمال اجسام ودرست وشرفت مصر في الامارات كتير حوالي 12 سنه وثبت وجودي، وكتبت في جريده الاتحاد الاماراتيه 3 مرات، طلعت في القاف تلفزيون ابو ظبي مره اللي هو برنامج صباح الدار كان مستضيفني واتصلوا بيا يعني كده وانا ما اتاخرتش، والحمد لله يعني شرفت مصر كتير وهم شكروني هناك باسم مصر صراحه. بس اول شهاده ليا كابتني طبعا الظاهر قدامكم يا جماعه الشهاده، الشهاده دي اول شهاده ليفل 5 خدتها من الاي اف بي بي دبي، دي بتصدر من اسبانيا اساسا، دي ليفل 4 دي ناقشت فيها برضو والحمد لله يعني درسنا فيها الفيتنس ودرسنا فيها زي التغذيه، درسنا فيها ازاي تدرب، ازاي يجي لك واحد مثلا عنده اعاقه او كده وتدربه ازاي، الحمد لله يعني في خبره كبيره جدا حصلت عليها، وعن المكملات الغذائيه برضو كلمت فيها، والحمد لله يعني بعرف اصنف الجسم اللي قدامي هو محتاج ايه، الحمد لله بعرف ادربه ازاي يعني. دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، والكلام ده هنحتاجه أول يومين الجايين عشان طبعا فترة كورونا وريحنا وعايزين ننزل الجيم تاني، والناس اللي نزلت والناس اللي بتاخد مكملات مش مناسباها إن شاء الله هنحل لكم مشكلة المكملات والكورسات، والناس اللي عايزة تشارك في بطولات وكده كل ده هيتحل، وإن شاء الله اليومين الجايين فيه مفاجآت جدا في رحلة العالمي والأسطورة. يا جماعة في انضمام اليومين دول في رحلة العالمي والأسطورة مع كابتن محمود، تعال قول الشهاده اللي جنبها دي يا كابتن. دي ليفل 5 دي برضو الحمد لله حصلت عليها بمجهود عالي جدا ودرستها اونلاين، دي بقى دي المره دي درستها اونلاين وتعلمنا فيها زي الجهاز العضلي والجهاز العصبي والجهاز العظمي، والحمد لله كل شيء درسناه يعني بجديه وبدقه عاليه جدا، يعني ما الواحد مش اي حد يدخل ياخد شهاده وخلاص يعني، بس مش مجرد ان هم بيبيعوا شهادات، لا الناس دي بتعلمك ازاي ان انت تاخد شهاده وتكون مدرب واثق من نفسك اساسا، ولو حد عايز يحضر بطولات احنا حاضرين، لو حد عايز اي مشوره احنا حاضرين برضو عن خبره وما حدش اسطوره التحدي. بص عايز اي حاجه تسال فيها اكتب لي تحت في الكومنتات اللي هيرد عليك الاسطوره، والشهاده اللي تحت دي من الاتحاد الدولي الاي اف بي بي من الاتحاد الدولي برضو من اسبانيا، واللي جنبيها ديت من جولدس اكاديمي ايجيبت جولدس اكاديمي المعادي اللي خدها 2006 اول كورس اول دوره، او اللي جنبيها اي اف بي برضو ليفل 3، والثلاث شهادات اللي تحت دول شكر وتقدير 2 من الاتحاد المصري لكمال اجسام، شكر وتقدير ليا جاي لي من الاتحاد المصري لكمال اجسام، وعندي الثالثه ديت من مستر كابتن حسن لاشين من وورلد جيم ابو ظبي. والشهاده اللي بره ديت ليفل 5. عايز تاخد كورس يناسبك، عايز تنظم، احنا ما بنعملش اعلان، عايز تاخد خد من حد موثوق فيه، بس لو عايز تجي لنا هنا
احنا هنا الجيزه طريق مصر اسيوط، مصر اسيوط السريع بجوار مونجيني بعد مرور الحامضي، بعد مرور الحامضي محل الاسطوره للمكملات الغذائيه. اعمل شير، جمع نقط ان شاء الله، اكتب كومنت، ولو جيت من لقاء في تخفيض يا جماعه جامد، وفي ان شاء الله في ان شاء الله عروض جامده، وهتلاقي ارخص من الجمله، وان شاء الله الاسطوره مميز في كل حاجه. وزي ما انتم شايفين دي مش تجاره، لا احنا بنديك الحاجه اللي بتميز فعلا، هتيجي عليك اللي هتناسب نوع جسمك. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وشجعونا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.